تبعتي العزيزة، مرحبا بك في قناة تركواز كاجيغ. اليوم دائما في كل يوم مرمى هذه السلسلة القصيرة. كمبتدئة في التخرج قررت باش انني نخدم هاد الزويقة، دونك جربت على التويب. للاسف التويب صدق ما زوينش، رقيق بزاف وما تزيرتش المرمى مزيان. المهم انا كملت الشغل، حيت الا ما كملتوش ما غاديش نعاودو. عرفت راسي ما غاديش نعاودو نجيب توب اخر ونرشم ونعاود نطرز، صافي ما غاديش. قلت اللهم هكا، اللهم لا مش ولا لا ما. حيت هي مرمى كل يوم في التخرج، واخا انا هاد الزويقه هكا يقدر نكتفي بها، هكا يقدر نخدمها بجوج لوان او ثلاثه يعني باللوينات. يقدر هاد البلاصه اللي غنتمي انا بحال الوريقات نقدر ندخل عليها شي حاجه هنا الوسط عمر شويه، ولكن انا دابا انا شفتها هكا لون في اللون زوينه، ولكن انا بغيت نجرب نشوف بالتخرج كيفاش غادي تكون. دونك غادي نستعمل غير الكاويه، باقي ما وصلت لديك المرحله الاخرى ديال المقص، داك التخرج ديال المقص هذاك مازال ما تنعرفش ليه، جربته وما صدقش معايا حيت كيتقطع ليا الخيط الفوقاني، باقي ما عرفتش الريكلاج بالضبط، خصني نعطيه وقت. دونك غادي نجيب الكاويه باش انني نجرب اش من بلاصه اللي ممكن انني نخرجها ونشوف النتيجه كيفاش غادي تكون. بقاي معايا. هنا خرجت غير هاد الاقواس، شتيها كي خرجات ما عرفتش واش هادي نخرج فيها هاد الوسطانيين هادو اللي بحال الوريقات، ولا هادي نيت نزيد نخرجها حتى الا تشتت، ولا لا ما عرفتش. وحده غنخليها هاد الثالثه التحتانيه غنخليها، نشوف تبقى عندي هكا كافياج، ما نستعملش فيها التخرج. انا خدامه البنات وانا تنشارك معكم. دونك كيما قلت لكم درت هنا خرجت، هنا يقدر الاراء تكون مختلفه بزاف، يقدر شي غيعجبو شي ما غيعجبوش هذا التشكيل. هذا قلت انا ندير اللوينات كيما وعدتكم، ما نخليها تجي فيا وجوادي غندير فيها اللوينات. دونك درت هنا شي عنيفات ندير هنا الخطفه، ويقدر هاد العليفه نديرها في هاد اللوين باش يكون واحد لو غابيل. يقدر نزيد حتى هاد هذا اللي بحال في هاد الشكل اللي بحال في. صافي انا درت هاجي كيما قلت لكم، درت هنا بحال الخطفه. طبعا ملي غنعاودها غنقادها في الراس مو غيكونوا هاد البيتيلات بالحساب وداكشي هنداتي. هنا درت هاد الدقات ما عجبونيش كاع، هادو هما اللي ما عجبونيش. ما هاد العليفات عجبوني، الدقة الى هاجي الخطفة الى قديت هاد تقدر تعجبني، هاد الدقة ما نديرهاش مرة اخرى، ندير غير هذا كيما قلت لكم في الاول. نحيدها من المرمى ونشاركها معكم، اعطوني الراي ديالكم والله يجازيكم بخير. حيدت الشغل ديالي من المرمى وخرج على هاد الشكل هذا. طبعا هاد الداخل ديال هاد الوريضات نديرو فيه شي حجيرات، كاينين حدايا انا نيت شي حجيرات مثلا بحال هكا، ولا بحال دابا هادي تكون في الابيض، ولا بلاتي نجربو هاد الاخرى في الخضر حسن واقيلا. الخضر حتى هادي زوينه، يقدر يكون لون مغاير مثلا هذا الزراق ولا ايوا. يا لاله ها هي مريمتي اليوم ديال مرمى كل نهار في يوميات مبتدئه في التطريز، كملتها. نبغي دابا الراي ديالك، هو اللي مهم ليا في هذا الشيء كله، هو سواء كنتي محترفه ولا ماشي محترفه. شوفي كي جاك هذا الشيء، يعني واش تلبسيه، واش تبغي مثلا شي نسطق تشجلي لي بحال هكا شي كميمات شي 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 قندوره شي تكشيطه. صافي دونك جيت على نهايه الفيديو، شكرا لك بزاف على المتابعه. كانت معك مريم من قناه تركواز كاجيغ، الى اللقاء. بلاتي بلاتي عفاك قبل ما تمشي قولي لي واش اللي يعجبك، رقم واحد ولا رقم جوج ولا رقم ثلاثة؟ صافي جاوبيني الله يعطيك الخير وشكرا.